في المشهدية. في المشهد الساخن جولة جديدة من الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون التقاعد، هل يتراجع ماكرون تحت ضغط الشارع؟ في المشهد السياسي في ضوء زيارة جروسي إلى طهران، أي فرص لإحياء المفاوضات النووية؟ في المشهد الاجتماعي مسؤول ياباني يحذر سنختفي من الوجود، ما هي أسباب الانخفاض القياسي في أعداد المواليد الجدد في اليابان؟ في المشهد الاقتصادي بعد 6 عقود نوكيا تغير شعارها، لماذا تلجأ الشركات الكبرى إلى تغيير علاماتها التجارية؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.